هنا الرياض، أهلا بكم. بعد عام من ضرب الإرهاب لها بلا هوادة، باريس تحاول لملمة جراحها في أجواء من الترقب والخوف، والطوارئ مستمرة حتى إشعار آخر. رسالة خليجية عربية للأمم المتحدة تدين إيران وتفضح ممارساتها الإرهابية في المنطقة، وتؤكد نظام طهران يعمل على تصدير ثورته الطائفية. قبل عام أسدل الستار في مسرح باتاكلان العريق وسط باريس على مشهد تراجيدي مأساوي تحولت معه باريس، المدينة المغرية الغارقة في الأحلام والحب، تحولت إلى كابوس مروع تنضح منها كراهية لا إنسانية وحقد على الحضارة، وتفوح منها رائحة الدم وتغطي أرصفتها جثث القتلى. حدث وصفه المراقبون في حينه بأنه الأكثر دموية في أوروبا خلال الأربعين عاما الماضية. حدث أفرز معطيات جديدة ليس في فرنسا فقط بل في القارة العجوز، بعد أن خلقت هجمات 13 من نوفمبر الإرهابية أو خلفت 130 قتيلا وعشرات الجرحى. استطلاعات الرأي وبعد عام على الهجمات ما زالت تؤكد أن 56% من الفرنسيين غاضبين، وسط تساؤل كبير لماذا فرنسا تحديدا. الذكرى الأولى لهجمات باريس الدامية، أجواء من الألم والذكريات الحزينة للهجمات التي كانت الأعنف في تاريخ فرنسا، موقعة 130 قتيلا ومئات الجرحى. رئيس الجمهورية الفرنسية وعمدة باريس وأعضاء الحكومة الفرنسية التقوا ذوي الضحايا ووضعوا أكاليل الزهور وأحيوا مراسم الهجمات التي طالت مسرح الباتاكلان، حيث فتح الإرهابيون النار على الحضور وفي أحد المطاعم وأحد المقاهي وأمام ملعب فرنسا. الإرهاب ضربنا في عقر دارنا وقد اتخذنا كل الإجراءات الكفيلة بمحاربته في عموم فرنسا. اليوم ما برح التهديد الإرهابي جاثما على صدر فرنسا التي تعيش حالة من الطوارئ منذ عام تكررت فيه هجمات إرهابية عديدة، آخرها حادثة الدهس في مدينة نيس التي أودت بحياة 80 شخصا وجرح المئات. أحداث أجبرت الحكومة الفرنسية على تمديد حالة الطوارئ إلى أجل غير مسمى. رغم حالة الطوارئ لكنني لا أشعر أننا في أمان، فالإرهابيون يستخدمون كل يوم وسائل جديدة وأدوات مختلفة. وتتزايد المخاوف اليوم في فرنسا من حدوث عمليات إرهابية في ظل التوقعات بعودة مواطنين كانوا التحقوا بداعش في العراق وسوريا. الهجمات الإرهابية غيرت من نمط العيش في فرنسا على وجه العموم، من جهة استمرار حالة الطوارئ والملاحقات الأمنية وإصدار القوانين التي تعطي الأجهزة الأمنية صلاحيات واسعة على حساب الحريات العامة. لبرنامج هنا الرياض، خالد الخالد، باريس. We'll be right back.
وللنقاش في ملفنا الأول لهذه الحلقة من هنا الرياض عن كيف تأثرت باريس ومعها أوروبا بعد عام على ما يعرف إعلاميا بهجمات باريس، ينضم إلينا من القاهرة الباحث في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية محمد عباس ناجي، ومن واشنطن الكاتب الصحفي في صحيفة سعودي جازيت فيصل الشمري، ومن باريس مدير معهد الدراسات الاستراتيجية للعالم العربي الدكتور أحمد البرقاوي. مساء الخير للضيوف جميعا، وأبدأ من باريس. سيد أحمد البرقاوي، ماذا حدث بعد 13 من نوفمبر العام الماضي في باريس على المستوى الداخلي؟ يعني هناك طبعا وقع زلزال إذا صح القول، يعني ليس فقط في مدينة باريس بل على مستوى النسيج الاجتماعي الفرنسي، وكانت هناك تداعيات أيضا سلبية على مستوى الاقتصاد الفرنسي. زد على ذلك أيضا أن النسيج الاجتماعي تغير في فرنسا، والصورة التي يحملها الفرنسي تغيرت بعد الأحداث الدموية كما وصفتها، بعد هذه الحادثة المؤلمة التي قام بها إرهابيون يقولون أنهم ينتمون إلى الجالية المسلمة. فالإرهاب الداعشي أصاب قلب باريس، شريان باريس. نعرف أن باريس أول مدينة إذا صح القول قبلة السواح من كل أنحاء المعمورة، ويدخل فرنسا سنويا ما يقارب 75 مليون سائح من العالم، فتغيرت المعادلة وأصبح لا يدخلها إلا أقل بكثير، يعني ما يقارب 30% يعني أقل من النسبة التي كان ينتظرها الفرنسيون. زد على ذلك أن هناك تداعيات سياسية، ونحن على أبواب انتخابات رئاسية هامة في فرنسا سنة 2017، وبالتالي هناك تداعيات على مستوى التصريح الخطاب السياسي الفرنسي، وعلى مستوى الخطاب الإعلامي التي يتداوله البعض من هنا وهناك. وبين هذا وذاك طبعا هناك ضحية، هم المجتمع الفرنسي أصبح ضحية، والجالية المسلمة أيضا التي يقدر إعدادها ما بين 7 ملايين وعشرة ملايين في فرنسا أصبحت تعيش هذه المرحلة الصعبة من تداعيات العملية الإرهابية الدموية التي أصابت الفرنسيين في مدينة باريس. أنتقل إلى السيد محمد عباس ناجي من القاهرة. سيد محمد عباس، هل تعتقدون أن الفرنسيين على المستوى الخارجي، السياسات الخارجية أعني، قد يعني أحدث الهجوم حالة من إعادة تقييم الاستراتيجيات التي كان معمول بها في فرنسا تجاهها، أو القراءة اختلفت بشكل جذري فيما يخص المنطقة على وجه التحديد بعد هجمة باريس؟ في اعتقادي أنها ربما تكون فرنسا في اتجاهها إلى تبني سياسة جديدة للتعامل مع ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط. واضح جدا أن هناك إدراك فرنسي وربما غربي بصفة عامة بأن الدول الغربية لم تعد بعيدة عن هذه الأزمات، وأن هذه الأزمات نقلت أو انتقلت من الشرق الأوسط إلى عواصمها أو إلى الداخل في هذه الدول. وبالتالي الآن لابد من أن يكون أو ليس لدى الدول الغربية وبالتحديد فرنسا طرف الانتظار والصمت تجاه ما يحدث في المنطقة، وفي اعتقادي أن ذلك ربما انعكس في إجراءات لا أعتقد أنها وصلت إلى مستواها الأعلى، لكن بالتدريج أعتقد أن فرنسا بدأت تنخرط أو مستوى انخراطها في أزمات المنطقة بدأ يرتفع شيئا فشيئا في مرحلة ما بعد تصاعد العمليات الإرهابية في باريس وفي غيرها. الآن هناك مشاركة فرنسية في الحرب ضد داعش في العراق وفي سوريا، وطبعا قبلها كانت هناك أو كان هناك دورا فرنسيا في الحرب في مالي ضد الحركات الإرهابية أو غيرها. أيضا هناك محاولة فرنسية لتسوية بعض الأزمات الإقليمية الأخرى على غرار
قبل انتهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان، دورا فرنسيا أيضا في عملية السلام. وبالتالي الآن يمكن أن نتحدث عن وجود ربما بارز لفرنسا في الأزمات الإقليمية المختلفة، لكن في اعتقادي أنه ما زال أمام فرنسا الكثير لكي تتحول إلى فاعل رئيسي في هذه الجهود المبذولة للوصول إلى تسوية أو للتعامل مع الأزمات المختلفة. في اعتقاد أن هناك بالفعل متغيرات سوف تؤثر على هذا الدور، منها طبعا اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في فرنسا، منها أيضا التغير الحادث في الولايات المتحدة الأمريكية بعد فوز دونالد ترامب، ومدى تأثر العلاقات الأمريكية مع حلفاء الغربيين وتأثير ذلك على الأدوار الرئيسية لهذه الدول. طبعا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وكلها في تصوري أعتقد أنها ستكون متغيرات سوف تؤثر على الدور الفرنسي. لابد أن نلاحظ أيضا أن فرنسا ربما تكون من أكثر الدول المعنية بهذه الأزمات نتيجة أن وجود مواطنين فرنسيين منخرطين في التنظيمات الإرهابية بالمنطقة، لا سيما تنظيم داعش الذي نجح في استقطاب بعض المتعاطفين معه من داخل الدول الأوروبية. طبعا هناك خطر حقيقي ليس فقط في وجود هذه العناصر داخل منطقة الشرق الأوسط، لكن في عودة أو أي عودة محتملة لهذه العناصر إلى بلدانها الأصلية. أعتقد أن ذلك سوف يؤثر بشكل كبير على الأمن الداخلي لهذه الدول، وبالتالي هذه الدول وفي مقدمتها فرنسا لم تعد في طرف الآن أنها تنتظر ما يحدث في منطقة الشرق الأوسط. لابد أن تكون دول منخرطة ودول فاعلة من أجل تسوية الأزمات الإقليمية في الشرق الأوسط. دعني أنتقل إلى فيصل الشمري في واشنطن. أستاذ فيصل الشمري، أستاذ فيصل أهلا وسهلا بك معنا في هنا الرياض. هل تعتقد أن واشنطن اليوم وعبر تحالفها مع فرنسا كقوتين في الناتو، هل يمكن قراءة مشهد مختلف على مستوى التعاون بين البلدين؟ إذا ما قلنا أنه دائما فرنسا يكون لديها قراءة مختلفة تماما عن قراءة واشنطن فيما يخص المشاركة العسكرية على مستوى مكافحة الإرهاب أو حتى على مستوى القضايا الأخرى، هل اليوم المستوى التفاهم الفرنسي الأمريكي فيما يخص الحرب على الإرهاب يعني في قمة، أو أنه لا يزال متواضعا بعد عام على هجمة باريس؟ طبعا أمساكم الله بالخير وأمسي عليك وعلى الضيوف الكرام. أولا بالنسبة للتعاون الأمريكي الفرنسي في مكافحة الإرهاب أو محاربة الإرهاب، التعاون في ظل إدارة الرئيس أوباما شبه ضعيف أو معدوم. فرنسا دائما تطالب بحل جوهري للقضية السورية. لازم نعود للخلف قليلا. القضية السورية هي أساس الإشكالية، والقضية السورية هي أساس داعش. فطالما لم تحل القضية السورية، الجماعات الإرهابية حيكون لها دور في المنطقة. ففرنسا من بعد العمليات الإرهابية قبل سنة على فرنسا التي راح ضحيتها يعني أكثر من 100 شخص، طالبت من الولايات المتحدة خلف الكواليس بحل جذري للقضية السورية، وكان في تهاون من إدارة الرئيس أوباما في موضوع الحل الذي يستغله روسيا وبوتين بتواجد الآن في داخل سوريا. لكن أنا أتوقع أن لا نستطيع أن نجزم أو نتوقع ماذا سوف يحدث في ظل إدارة الرئيس ترامب عندما يحلف القسم ويصبح رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية في جانوري، لأنه هذه إدارة جديدة. لكن أنا أتوقع في نفس الوقت أن فرنسا اليمين سوف يسيطر على البرلمان مستقبلا في ظل يعني أكثر من عملية إرهابية حدث في فرنسا واحتمالية وهذا ماذا يعني؟ يعني الفرنسي حاليا منخرطين في داعش. هل يعني هذا أنه التعاون عند صعود اليمين، هل يعني هذا بصفة عامة هل صعود اليمين، وإذا كنت تقصد اليمين المتطرف يعني لوبان واليمين المتطرف، أو تقصد اليمين ساركوزي أو
سواء اليمين المتطرف أو يمين ساركوزي، اليمين الوسط أو الوسط اليمين، الأنظمة الليبرالية في أوروبا بصفة عامة تحارب للبقاء حاليا. رأينا ما حدث في بريطانيا وخروجها من الاتحاد الأوروبي. دول كثيرة اليمين الآن بينتصر في البرلمانات وفي المدن وفي المحافظات، ففي تغير في الفابريك الاجتماعي لدول الاتحاد الأوروبي. الإحساس الوطني أو القومية الأوروبية عادت وصحت من سباتها العميق. فتوقعي مثل ما حدث في ألمانيا، هزيمة حزب رئيسة الوزراء ميركل، وفي أكثر من دولة، حتى في هولندا في أكثر من دولة اليمين قاعد ينتصر، واليمين المتطرف بالذات قاعد ينتصر في البرلمانات. والمستقبل يحتم علينا التنبؤ أن اليمين، احتمالية اليمين يسيطر على 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 الاتحاد الأوروبي بشكل كبير واردة. نعم. أنتقل إلى باريس دكتور البرقاوي. على المستوى الخارجي رأينا هناك يعني انتقال أو هجمات أخرى في بلجيكا ثم في نيس. هذا لم يعني لم يحدث كثيرا من الـ من الـ من الفعل الخارجي على مستوى باريس. لم نشاهد باريس مثلا تطلع بعمليات اكبر مثلا في سوريا، وان بدا هناك تدخل على مستوى القصف، لكن لم نشاهد مثلا قوات فرنسيه فاعله على مستوى مكافحه الارهاب ومكافحه المتطرفين في سوريا. برايكم هل يمكن مستقبلا في ظل إدارة أمريكية جديدة، رئاسة جديدة في باريس؟ صحيح، أنا أشارك الرأي للأستاذ الشمري من واشنطن، وأقول أنه فرنسا طبعا بقيادة حزب الاشتراك الحالي والقصر الإليزي طبعا كان يقدر أن كانت اهتماماته أكثر مكبة على حل القضية السورية. وأنا أريد أن أذكر أن فرانسوا هولاند الرئيس الفرنسي أول ما قام به هو دعوة المجتمع الدولي لعزل بشار الأسد، لأنه يعتقد أن القضية السورية تكمن في إزاحة نظام بشار الأسد حتى تحل كل الملفات العالقة في الشرق الأوسط. إلا أن الإدارة الأمريكية بقيادة باراك أوباما كانت متحفظة جدا، وكانت سياسة أوباما أن الولايات المتحدة الأمريكية لم تعد قادرة على الدخول في معارك في حروب أخرى في الشرق الأوسط، ويريد أن يخرج ببلده كما وعد ناخبيه من مستنقعات الحروب. بالتالي كانت هناك انسداد آفاق أمام الدولة الفرنسية في حل بعض الملفات، وبالتالي استغلها بعض الساسة الفرنسيين من الحزب اليمين لدعم أفكار أخرى جديدة، وهو في اعتقادهم أن بشار الأسد لابد من الإبقاء عليه لمحاربة داعش. فبالتالي هناك بما يسمى تقاطع مصالح وأفكار سياسة سواء كان في أوروبا أو في غيرها، وهذه التقاطع أن حزب اليمين يميل إلى إبقاء بشار الأسد ويريد الإبقاء فتح حوار وقنوات مع بوتين الروسي الذي دخل المنطقة من جديد وأصبحت روسيا فاعلة في الشرق الأوسط. فبالتالي هناك تقاطع في المصالح. ففرنسا الآن على أبواب انتخابات رئاسية هامة، ويمكن كما أشار الأستاذ الشمري أن حزب اليمين الوسطي، أقول الوسطي وخاصة بقيادة ألان جوبي، ممكن إذا صح القول ونجح في الانتخابات ستكون هناك سياسة جديدة. السياسة الجديدة مع انتخاب دونالد ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، هناك ثلاثي سيكون يميني. وهذا الثلاثي يذكرنا إذا صح القول بالسياسات التي كانت إبان الحرب الباردة أو قبل الحرب العالمية الثانية، وهو صعود اليمين، إما اليمين المتطرف أو حتى اليمين بشكل عام. فبالتالي تخشى الشعوب الأوروبية من تدهور الأوضاع الأمنية
ثم الاقتصادية، وهي الآن تطالب كل الساسة والرؤساء، يعني من يعني تطالب القادة بحمايتها. فأصبح الإحساس القومي أو العرقي هو الذي يطغى على المطالب الاجتماعية أو المطالب الاقتصادية. فبالتالي نقول أن المرحلة القادمة، الخمس سنوات القادمة، ستكون في اعتقادي يعني مختلفة تماما عما كنا نعيشه في هذه المرحلة بقيادة أوباما، وهو يميل إذا إلى الشق اليساري الأوروبي. فبالتالي اليسار الأوروبي بدأ يخسر المعركة، والديمقراطيون في الولايات المتحدة خسروا المعركة. نعم. فبالتالي هناك دكتور برقاوي، التقاء نقاط بين اليمين برقاوي الأوروبي واليمين أيضا في الولايات المتحدة الأمريكية، ولا أظن أن فرنسا الآن ستدخل. دكتور برقاوي، أنتقل إلى ستدخل صراعات إلى الدكتور ناجي في القاهرة. دكتور ناجي، يعني صعود اليمين في أوروبا وفي فرنسا تحديدا، توقعات بصعود اليمين، هل يمكن لذلك أن يعني يسعر من معركة الحرب على داعش، أم يضعها في أجندة سياسية أخرى؟ بمعنى سمعنا أنه اليمين ربما يعني يود الإبقاء على رئيس النظام السوري بشار الأسد من أجل المحاربة على داعش، هل ستتقاطع مصالح سياسية عسكرية هنا في هذه اللحظة التاريخية في المنطقة؟ في اعتقادي أن ذلك هو الاحتمال الأكبر. يعني واضح جدا منذ يعني بعد فوز دونالد ترامب في الولايات المتحدة الأمريكية، وربما تتالي فوز اليمين المتطرف داخل الدول الأوروبية بداية من فرنسا، في اعتقاد أنه سيكون هناك اتجاه لمنح الأولوية للحرب ضد داعش، باعتبار في رؤية هذا اليمين أن داعش الآن هو الخطر الأكبر على أمن ومصالح الدول الغربية، وبالتالي هذا معناه تراجع أهمية الأزمة في سوريا وتسوية الأزمة في سوريا في أجندة هذه الدول. واضح جدا من تصريحات، لكن في إدراك لا يولي دكتور أهمية ناجي كبيرة لمسألة وجود بشار الأسد في السلطة. نعم دكتور ناجي، هناك إجماع على بخصوص أنه الأساس في الأزمة الحاصلة من صعود الجماعات المتطرفة في سوريا وفي العراق كذلك وفي سوريا تحديدا، هو وجود نظام الأسد في سوريا، هو الذي يصعد من وجود الجماعات، هو الذي يجذب الجماعات المتطرفة إلى سوريا، وبالتالي الزحف تجاه أوروبا. لا ننسى أن هناك كان حديث شبه مؤكد على أساس أنه منبج كانت منطلق للهجمات على أوروبا وتحديدا في باريس. يعني في اعتقادي أن هناك من لا يتبنى هذه الرؤية، واضح جدا أن أمثال ترامب لا يتبنون هذه الرؤية، بالتالي يحرصون ويتعمدون أن يكون هناك فصل بين الحرب ضد داعش وبين التدخل من أجل إسقاط الأسد، باعتبار أن ذلك هو البوابة الرئيسية لتسوية الأزمة السورية. طبعا هناك مشكلة كبيرة في وجود هذا النظام داخل سوريا، لا يمكن أحد أن ينكر ذلك، لكن المشكلة هو أن هذه الدول الآن تضع أولويات. الأولوية بالنسبة لها الآن فيما يتعلق بالتعامل مع منطقة الشرق الأوسط هي الحرب ضد داعش، وفي اعتقادها أن ربما التدخل من أجل إسقاط الأسد سوف يربك حساباتها ويدخلها في مرحلة من التوتر مع أطراف أخرى تضعها في مقدمة أولوياتها على غرار روسيا، وهذا ما أكده ترامب بأن التدخل من أجل إسقاط الأسد معناه توتر علاقات مع روسيا والحرب ضد سوريا، وبالتالي تقليص أهمية الحرب ضد داعش، وهذا معناه أن هناك اتجاه أمريكا الآن ربما يتحول إلى اتجاه غربي بصفة عامة في حالة وصول يمين متشدد داخل الدول الأوروبية إلى السلطة، بالتعويل على أو منح الأولوية للقضاء على داعش أو تقليص نفوذه داخل العراق والسجن، باعتبار أن ذلك هو الخطر الأكبر على مصالح الدول الأوروبية. أنتقل إلى واشنطن، وأنا في تصوري أن ذلك أنتقل إلى واشنطن. الأستاذ فيصل الشمري، يعني هذا النزعة نحو يعني عبر الأطلسي، هناك تفاهم
يعني أمريكي أوروبي بشأن محاربة الإرهاب، لكن نلاحظ اليوم وربما في المستقبل لن يكون هناك حماسة من قبل الرئيس ترامب، وهو الذي تحدث يعني بشكل مجتزأ عن الناتو وأهداف الناتو ووجود الناتو. ربما هذا الطرح ربما يؤثر على محاربة الإرهاب في أوروبا بشكل كبير. ما هي وجهة نظركم في هذا الموضوع؟ وجهة نظري المتواضعة أن الرئيس ترامب أو الرئيس المستقبل للولايات المتحدة الأمريكية ترامب المنتخب لا يعلم كل خبايا الأمور. واحد. اثنين، عندما يبدأ فترة الرئاسية حيعطى جميع المعلومات المتوفرة، فالمنظور ربما يتغير بعض الشيء من منظور عدم محاربة بالنسبة للناتو، لأنه في نهاية المطاف الولايات المتحدة الأمريكية تحتاج الناتو ودول الناتو تحتاج الولايات المتحدة الأمريكية. صعب جدا إخلاء الرئيس ترامب بالناتو. أيضا الأكثرية في مجلس الشيوخ ومجلس النواب من الحزب الجمهوري حاليا تعارض الخروج من الناتو أو تعارض تهميش دور الناتو التاريخي. الناتو فعل بعد الحرب العالمية الثانية لمواجهة المد الشيوعي، له دور كبير جدا في مواجهة روسيا حاليا، لأن يعني البالسي حق الناتو ولا الماتو حق الناتو إذا كان هجوم على أحد الدول هو هجوم على جميع الدول أعضاء الناتو. لهذا لا أتوقع أنه سوف يهمش دور الناتو، لأنه دور الناتو جدا كبير. الشيء الثاني، النقطة الأخرى، بالنسبة لسوريا حاليا على مدار الخمسة ست سنوات الماضية في ظل إدارة الرئيس أوباما التي لم تتحرك بشكل سريع لإنهاء الوضع في سوريا أو دول العالم بصفة عامة لم تتحرك بشكل سريع، كانت دول الخليج بقيادة المملكة العربية السعودية تحاول بشكل كبير جدا تفعيل دور العالم وتفعيل دور الأمم المتحدة في الوضع الذي قائم في سوريا من حرب أهلية ومن طغيان لنظام بشار الأسد على الشعب السوري الشقيق، والعالم تخاذل من دوره والأمم المتحدة تخاذلت. اليوم روسيا موجودة في سوريا، لهذا المعادلة معقدة جدا بين الدول، وفي تقاطع مصالح كبير جدا بين هذه الدول. اتضحت الفكرة. ابقى معنا أستاذ فيصل الشمري من واشنطن، ابقى معنا كذلك ضيفنا من القاهرة دكتور محمد عباس ناجي، وكذلك من باريس دكتور إبراهيم البرقاوي، ابقوا معنا. نتابع في هنا الرياض بعد فاصل قصير. رسالة خليجية عربية للأمم المتحدة تؤكد أن المنطقة تئن من ممارسات إيران الإرهابية وأذرعها الطائفية.
ردت دول مجلس التعاون ودول عربية أخرى بحزم على إدعاءات طهران برسالة أممية تفند فيها مزاعم كان قد أدلى بها وفد إيران في ختام الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر الماضي تجاه عدة قضايا من أبرزها عملية استعادة الشرعية في اليمن وتسييس الحج. وجاء الرد الخليجي العربي حازما بشأن النهج المتطرف الذي تبنته طهران والذي يقوض استقرار المنطقة ويتعارض في ذات الوقت مع مبادئ القانون الدولي. رسالة دولة الإمارات العربية المتحدة للمجتمع الدولي كانت واضحة ومحذرة من تسبب سلوكيات طهران في عديد الأزمات ابتداء من احتلال الجزر الإماراتية الثلاث ومحاولات العبث بأمن الخليج على مدار العقود الماضية، إضافة إلى التدخلات الطائفية في العراق وسوريا والتي جلبت الويلات لهذه الشعوب، وأخيرا وليس آخرا مضي النظام الإيراني في دعم المكون الإنقلابي ضد الشرعية والشعب اليمني في انتهاك صارخ لقراري مجلس الأمن رقمي 2216 و2231. في رسالة للأمم المتحدة من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي، إضافة إلى كل من اليمن ومصر والأردن والسودان والمغرب، أعربت هذه الدول عن القلق البالغ جراء استمرار السياسات الإيرانية التي تسببت في حالة الاحتقان وعدم الاستقرار في المنطقة نتيجة النزعة التوسعية الإيرانية ومواصلة طهران سياساتها التوسعية والقيام بدور سلبي لزرع الفوضى في المنطقة، وذلك من خلال دعمها العسكري والمادي للعدوان الحوثي في اليمن وتدخلها الدائم في الشؤون الداخلية للدول العربية، فضلا عن استمرارها في احتلال جزر الإمارات الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى. الرسالة المشتركة التي وجهتها دولة الإمارات بالاشتراك مع 10 دول إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة جاء في مضمونها القلق المشترك تجاه دستور إيران الذي يدعو من خلال رموزه السياسية إلى تصدير الثورة الإيرانية إلى الدول الأخرى، كما أن إيران هي دولة راعية للإرهاب في المنطقة بدءا من حزب الله في لبنان وسوريا إلى الحوثيين في اليمن ووصولا إلى الجماعات والخلايا الإرهابية في كل من مملكة البحرين والعراق والمملكة والكويت وغيرها. الرسالة أوضحت بأن تشكيل تحالف استعادة الشرعية باليمن تحت قيادة المملكة العربية السعودية جاء بطلب من الرئيس اليمني لحماية اليمن وشعبه ومساعدته في مواجهة الميليشيات الإرهابية، والذي يتسق مع القانون الدولي ومع حق الدفاع عن النفس المنصوص عليه في أحد مواد الأمم المتحدة. شحنات أسلحة ودعم غير مشروع للحوثيين تقدمه الدولة المتزعمة للإرهاب إيران، فانتهاكات الحوثيين والجرائم المرتكبة بحق اليمنيين تخطت حدود الإنسانية وباتت تهدد حتى الملاحة البحرية في طرق الملاحة الحيوية، حتى وصل الإرهاب إلى منتهاه باستهداف البلد الأمين مكة المكرمة. انتهاكات من قبل ميليشيات الحوثي يقابلها تصميم خليجي عربي على عدم القبول بأي تدخل من جانب إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية، وبأن الأمم المتحدة أمام ضرورة ملحة لردع ذلك التدخل الإيراني الإرهابي في المنطقة. وللنقاش في محورنا عن الرسالة الخليجية العربية للأمم المتحدة بشأن سياسات إيران في المنطقة، يواصل معنا ضيوفنا الكرام من باريس دكتور إبراهيم برقاوي، ومن واشنطن أستاذ فيصل الشمري، ومن القاهرة محمد عباس ناجي. وأسأل أستاذ محمد عباس ناجي من القاهرة برأيكم، ما التأثير المحتمل أو المتوقع للرسالة التي وجهتها الدول الخليجية ودول عربية ضد ما طرحه وفد إيران في الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر الماضي على مستوى السياسات؟ هل هناك من تأثيرات متوقعة أو محتملة، أم أن الموضوع قد يكون للتذكير بالإجراءات العدائية التي تقوم بها طهران؟ في اعتقادي أن هذه الرسالة مهمة جدا، وربما يكون فعلا لها تأثير
يعني أنا في المقام الأول هو الدول العربية التي وجهت هذه الرسالة تريد أن تنبه المجتمع الدولي إلى أن المشكلة مع إيران لا تنحصر في البرنامج النووي الإيراني أو الاتفاق النووي الإيراني، وأن المشكلة تمتد إلى أكثر من ذلك بكثير، منها تدخل إيران السلبي في الأزمات المختلفة والصراعات ودورها في تأجيج هذه الصراعات في سوريا، في العراق، في اليمن وفي غيرها، تهديدها للأمن الدول المنطقة وتدخلها في الشؤون الداخلية من خلال تأسيس علاقات مع جماعات محلية، مسعيها إلى تصدير الثورة. للأسف المجتمع الدولي لا ينتبه إلى هذه القضايا وهذه المشكلات، يعول طبعا في مقدمته الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، يعول على مدى تنفيذ إيران للاتفاق النووي ولا ينظر إلى تدخلات إيران أو يغض الطرف عن هذه التدخلات ودعم إيران للإرهاب. لذا تكمن أهمية هذه الرسالة في أنها تنبه المجتمع الدولي أن مخاطر إيران كثيرة، وأن المشكلة ليست فقط البرنامج النووي، وإنما أيضا مساعي تصدير الثورة التي تؤدي إلى تأجيج حالة عدم الاستقرار في دول المنطقة، تأجيج الأزمات واستمرار الأزمات الإقليمية المختلفة دون الوصول إلى تسويات، تهديد أمن ومصالح دول المنطقة وبالتحديد دول وفي القلب منها دول الجوار. لذا أعتقد أنها ستكتسب أهمية، وإن كنت في اعتقادي أنها ربما تأخرت بعض الشيء، لكن في ربما تكون مقدمة لبلورة موقف خليجي وعربي مناهض لدور إيران وأدوار إيران التدخلية في منطقة الشرق الأوسط. نعم، دعني أسأل الدكتور إبراهيم برقاوي من باريس، هل تعتقدون أن يعني خطوة أخرى ستلحق هذه الرسالة الأممية تجاه إيران من دول مجلس التعاون والدول العربية؟ دكتور أحمد برقاوي. أصح فقط أنا أحمد البرقاوي، أنا أقول أنه طبعا إيران لم تكن تعتقد ولا تنتظر الرد الخليجي، وخاصة بقيادة الملك سلمان بن عبد العزيز. فإيران لما بدأت تمد أذرعها نحو منطقة الخليج العربي كانت تظن أن ليس هناك أي مكان وأي مجال طبعا للرد، فبالتالي كان الرد قويا جدا، ولم تكن لها حسابات إيران في سياستها الخارجية والدفاعية إذا صح القول أن تترقب هذا الرد. فبالتالي إيران هي الآن بين كماشتين، كماشة الموقف الجاد والهام والقوي أيضا من دول مجلس التعاون الخليجي، وبين أيضا كماشة أقول الاتحاد الأوروبي وليس الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الاتحاد الأوروبي في عمومه متصلب تجاه السياسة الإيرانية في المنطقة وعلى رأسها فرنسا، لأن الرئيس الفرنسي مدرك أن التدخل الإيراني سيغير الخارطة الجيوستراتيجية والجيوسياسية، مما ربما لا يخدم مصالح أيضا الدول الأوروبية وخاصة فرنسا. وقد هل يمكن أن نشهد خطوة الفرنسي المملكة العربية السعودية وبلغهم دكتور أن إبراهيم فرنسا إلى جانب دكتور مجلس أحمد التعاون الخليجي؟ عفوا دكتور أحمد، باراك أوباما طبعا أراد انتهج سياسة الاحتواء لإيران، وكان همه الوحيد هو البرنامج النووي، وأنا أقول أن إيران لها مطامع في المنطقة العربية حتى نكون مدركين. إيران ما زالت تحلم بالخلافة الفاطمية، وكأن التاريخ يعيد نفسه، ونحن نراقب إيران دكتور من برقاوي هناك ونراها توظف دكتور برقاوي هل يمكن توظف دكتور برقاوي هل يمكن أن نشهد يعني رسالة أخرى الشباب العربي، وللأسف لمد بما يسمى الآن توسيع الهلال الشيعي، وهذا ما يقوله ويعبر عنه بعض الملاحظون خاصة من الباحثين العرب. فبالتالي أقول أن الرسالة العربية هذه أول رسالة أقول عربية واضحة المعالم، وأظن أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أيضا مدرك كل الإدراك
أن يبدو إيران أنه أصبحت يبدو أن الدكتور برقاوي يواجه مشاكل فنية. أنتقل إلى الأستاذ فيصل الشمري، هل تعتقدون أن بعد الخطوة الخليجية العربية من خلال الرسالة الأممية قد نشهد رسالة أخرى للاتحاد الأوروبي على سبيل المثال؟ قطع أستاذ فيصل، يبدو أن خللا في الاتصال بواشنطن. أنتقل إلى أستاذ محمد عباس ناجي في القاهرة. أستاذ ناجي، هل يمكن أن نشهد تطورا آخر؟ يمكن أن نرى رسالة أخرى موجهة من الدول العربية وخليجية أيضا إلى الاتحاد الأوروبي تستنكر وتدين وتفند الادعاءات الإيرانية على غرار الرسالة الأممية؟ من الممكن طبعا، من الممكن طبعا، لكن في اعتقادي أن الرسالة الأخيرة هي ليست الأولى من نوعها. يعني المواقف العربية ضد تدخلات إيران السلبية في المنطقة بدأت منذ فترة، وربما منذ الاعتداء على المقرات البعثة الدبلوماسية والقنصلية السعودية في طهران ومشهد في بداية هذا العام، والتركيز على دعم إيران للإرهاب، كانت هناك شكاوي أيضا من تدخل إيران، وظهور وزارة الخارجية السعودية أفرضت ورقة حقائق عن دعم إيران للعمليات الإرهابية في الفترة الماضية، وبالتالي ربما يكون هناك فعلا اتجاه خليجي أو ربما عربي لمكافحة أدوار إيران التدخلية ودعم إيران للإرهاب وأدوارها السلبية في الأزمات، وبالتالي الأخيرة لم تكن الأولى من نوعها. ثانيا، في اعتقاد لا يمكن الآن التعويل على موقف أوروبي موحد تجاه أو متصلب تجاه دعم تجاه أدوار إيران للأسف. لماذا؟ لا أعتقد، لأني أعتقد أن الأولوية مثل للدول الأوروبية مثل الولايات المتحدة هي الاتفاق النووي، ولو لاحظنا سنجد أن منسقين الأوروبا في أمريكا موغريني كانت في إيران منذ أسبوع تقريبا، وهي الزيارة الثانية أو الثالثة لها منذ الوصول للاتفاق النووي. لو لاحظنا أيضا سنجد أن فرنسا تحديدا كانت هي إحدى الدول الأوروبية التي زارها روحاني في الفترة الماضية ووقع معها اتفاقات اقتصادية وهكذا، وبالتالي هذه الدول ما زالت تمنح الأولوية للتعاون مع إيران للاتفاق النووي، وبالتالي تغض الطرف عن ممارسات إيران الأخرى ما تعلق بانتهاكات حقوق الإنسان، بدعم الإرهاب، بتدخلها في الأزمات. لكن وهنا تأتي أو تكمن أهمية الرسائل العربية أو أهمية أن يكون هناك موقف خليجي موحد وعربي أيضا أكثر قوة ضد طموحات إيران، لأن ذلك معناه أنه يلفت انتباه المجتمع الدولي لأزمات المنطقة التي انتقلت تداعياتها إلى الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية، إيران طرف فيها وجزء منها أحد أسبابها، وبالتالي هذا ممكن أن يؤدي إلى أن يكون هناك فعلا بوادر لتشكل موقف أوروبي وربما غربي بصفة عامة ضد طموحات إيران في المنطقة، ضد تدخلاتها في المنطقة، ولا يقتصر على البرنامج النووي فقط. نعم، أنتقل إلى الأستاذ فيصل الشمري في واشنطن. أستاذ فيصل، يعني هذه الرسالة الخليجية إلى الأمم المتحدة، هل يمكن أن نرى مثلا بلورة أخرى، رسالة على المستوى الاتحاد الأوروبي تسهم في الضغط على يبدو أن قطع الصوت. أنتقل إلى الدكتور برقاوي في باريس. دكتور برقاوي، هل تعتقد أنه الدول الاتحاد الأوروبي مهيئة اليوم الأخذ بعين الاعتبار مثل هذه الرسالة التي تدين التدخلات الإيرانية في المنطقة بشكل عام، خصوصا أنه هناك يعني يبدو أن هناك حماسة لدى فرنسا تحديدا من الانهماك تجاريا في السوق الإيرانية، بمعنى طغيان الأولويات التجارية على الأولويات السياسية في هذا الإطار؟ طبعا نجحت إيران إلى حد ما في جلب اهتمام الاتحاد الأوروبي وعلى رأسها فرنسا للدخول في الأسواق الإيرانية، وقد أمضوا خلال الأسبوع الفارط على اتفاق شراكة
بين شركة توتال الفرنسية ووزارة النفط الإيرانية. هذا لا يعني أن فرنسا لها ثوابت في طبعا في سياساتها الخارجية على الحفاظ طبعا على المصالح الفرنسية، لكن هذا لا يعني أن فرنسا ستتخلى على المبادئ الأساسية للدبلوماسية الفرنسية منذ الرئيس السابق دوغول وإلى الآن. فرنسا لها علاقات أعتبرها قريبة جدا من الدول العربية، بحكم أولا حتى نقولها بصريح العبارة أنها كانت مستعمرة لبعض البلدان العربية ومنها المغرب العربي، فبالتالي هناك تداخل في العلاقات. ثم أن اهتمام فرنسا بالوطن العربي وخاصة دول مجلس الخليج هو الإبقاء على الاستقرار الأمني، مما يخول التجارة العالمية أن تبقى في أمان. فبالتالي إيران لابد لإيران أن لا تتخطى الخطوط الحمراء التي يعتبرها الاتحاد الأوروبي وحتى الولايات المتحدة الأمريكية أنها هامة جدا. وأظن حتى الرئيس الحالي الجديد دونالد ترامب، والذي أعتبره في اعتقادي له بعض نقاط الالتقاء مع الرئيس السابق الرئيس بوش الابن، أنه رجل أعمال ويفكر في المصالح الأمريكية وخاصة الاقتصادية أكثر منها سياسية، وسيحافظ في تقديري على علاقته المتينة بمجلس التعاون الخليجي، لأنه يعي كل الوعي أن الاقتصاد الأمريكي له سيلة مباشرة بالاقتصاد مجلس التعاون الخليجي. نعم، شكرا لك دكتور إبراهيم برقاوي. ستكون هناك إشارات إلى إيران أن شكرا أن دكتور إبراهيم برقاوي، كنت معنا من باريس، الدول العربية وخاصة منها المجلس التعاون الخليجي. شكرا دكتور برقاوي لانضمامك معنا من باريس. شكرا لك أيضا أستاذ محمد عباس ناجي من القاهرة. الشكر لك أيضا أستاذ فيصل الشمري، كنت معنا من واشنطن. شكرا لكم ضيوفنا الكرام، نراكم غدا بإذن الله تعالى في هنا الرياض.